أوائل طلبة الكليات بالجامعات المختلفة يقدمون درع خريج الجامعات للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. سيادة الرئيس، كل سنة وحضرتك طيب. مصر النهاردة بتحتفل بمرور 50 عام على ثورة يوليو اللي اكتمل تحقيق اهدافها ومبادئها في عهد سيادتك، واحنا كمان بنحتفل بس بعيدين، بعيد الثورة وعيد القائمة بسيادتك. وزي ما ابنائك ابناء القوات المسلحة معاهدوا سيادتك على البذل والعطاء، احنا كمان بنعاهد سيادتك ان نكون السواعد الامينة لبناء مصر، السلام، التنمية تحت قيادة سيادتكم، فسير على بركة الله. سيادة الرئيس، باسم أبنائك أوائل الجامعات المصرية وباسم شباب مصر، يسعدنا وبكل الفخر والاعتزاز أن نهدي سيادتكم درع الجامعات المصرية تعبيرا عن الولاء لكم ولمصر ولشعب مصر.